اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ما فيش شك انه السنوات الاخيره شهدت تحول كبير جدا في خريطه الكره الاوروبيه، وبعد ما كان الدوري الايطالي مسيطر لسنين طويله، الكالتشو الايطالي كواحده من افضل بطولات والدوري اللي بيستقطب اكبر الاسماء واكبر نجوم في العالم، تحولت الوجهه لاسبانيا برضو لفتره طويله جدا. لكن انا بعتقد وخصوصا في حاله نجاح المان سيتي في استقطاب والتعاقد مع ليونيل ميسي، انه الدوري الانجليزي هيكون اكتساح، والنسخه اللي جايه منه هتكون غير، خصوصا الحقيقه انه احنا الدوري الانجليزي دون كل الدوريات في العالم في او بيتمتع بقدره كبيره جدا لعدد كبير من الانديه على المنافسه، ومن الوارد جدا انك تلاقي اكتر من حصان اسود في نفس البطوله مع وجود العمالقه التقليديين. بكلم حضراتكم على ليفربول اللي متوهج مع كلوب وحقق عدد كبير جدا من البطولات، بكلم حضراتكم على المان سيتي اللي بيقوده افضل مدير فني اعتقد على مستوى الكره الارضيه بيبي جوارديولا، ومعاه تشكيله اكتر من رائعه من اللاعبين، اعتقد ان وجود ميسي معاهم لو نجحوا في اتمام الصفقه ينقل الفريق نقله ثانيه، مع وجود المان يونايتد بتشكيلته اعتقد انه بيشهد تطور كبير جدا في مستواه، الى جانب الارسنال. ارسنال السنه دي عامل موسم ولا اروع، تشكيله ارتيتا عامله شغل، واخدين اليوروبا ليج واخدين كاس الدرع الخيريه، ووجود تشيلسي كمان اللي بيحاول ان هو يرجع للصوره بقوه، فالمشهد يبدو وانه هيكون مشتعل السنه دي. خلينا نعلق اكتر على اهم لقطات الدوري الانجليزي. هيكون معانا الصحفي بلال نصور مراسل صحيفه التلغراف البريطانيه في لبنان والشرق الاوسط. اهلا بك استاذ بلال. اهلا بك كابتن احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. بدايه وقبل ما نتكلم في الكوره، تحيات وسلام حار لاهالينا في لبنان الشقيق والعزيز على قلوب المصريين، ويهمنا نطمن على اهلنا في لبنان وبالخصوص طبعا بيروت. يعني بدايه اود ان اتوجه بالشكر الى الاتحاد المصري لكره القدم على الوقفه التضامنيه التي شهدها عوده الدوري المصري بعد توقف بسبب جائحه كورونا، وطبعا وشهد اللقاء بين ناديي الزمالك والمصري وقفه تضامنيه ودقيقه صمت على ارواح شهداء انفجار مرفأ بيروت. اوجه التحيه الى الانديه المصريه على تضامنهم على الشعب المصري، والى ايضا الاتحاد المصري على هذه اللفته. وبخصوص يعني طبعا ما زالت بيروت يعني تتعافى من الكارثه الكبرى التي هزت ارجاء العاصمه والتي ادت الى مقتل اكثر من 200 شهيد وحوالي او اكثر من 5000 جريح. نعم. كلنا ثقه في اشقائنا اللبنانيين يقوموا بلبنان ويقوموا ببيروت وتكون افضل من الاول ان شاء الله. اكلم مع ان شاء الله ده طبعا ده اتفضل طبعا ده يعني بمساعده الاشقاء العرب وكل المحبين للبنان وللشعب اللبناني، ان شاء الله لبنان يعود ويتعافى من هذه الكارثه التي حلت به ان شاء الله. استاذ بلال، خليني اكلم معاك على الموسم الجديد في الدوري الانجليزي، شكل المنافسه، رؤيتك لقوه المسابقه بعد الكلام على تدعيم اغلب الفرق بصفقات من العيار الثقيل، وخصوصا كمان بعد الكلام مؤخرا على رغبه ليونيل ميسي بعد فك ارتباطه مع برشلونه بالذهاب لملعب الاتحاد وتحديدا التوقيع للمان سيتي. ازاي بتشوف شكل المسابقه في الموسم الجديد، وايه هي ابرز الصفقات من وجهه نظرك؟ يعني بدايه يعني سمعت التقرير عن الكالتشو الايطالي وانطفاء الكالتشو وتوجهت الانظار بعد ذلك الى الدوري الاسباني، والان نشاهد ان هناك تحول كبير بالتحول الجماهيري الى الكره الانجليزيه وعوده الكره الانجليزيه الى الاستحواذ على الاهتمام الجماهيري واهتمام كبار اللاعبين. وطبعا ما سمعناه في الايام الماضيه عن رغبه ليونيل ميسي باللعب في الدوري الانجليزي وبالاخص مع مانشستر سيتي، طبعا هذا كله يدل على ان الدوري الانجليزي سيكون الاقوى والاعنف هذا الموسم. طبعا هناك تحديات كبيره لكل الانديه، وهناك طبعا نادي ليفربول ما زال في طليعه المنافسين، طبعا نادي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ناديين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ايضا سيكونان على قائمه المنافسين، وطبعا هناك نادي تشيلسي الذي يدعم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين، ويبدو ان يعني سيدخل على خط المنافسه القويه هذا الموسم.
طبعا بالاضافه الى يعني الجانرز النادي الارسنال ايضا الذي دائما لديه الطموح ولكن لا يملك العناصر التي تساعده على منافسه الكبار كليفربول والسيتي واليونايتد. نعم. على الرغم انه انهى موسم باحراز بطولتين مع ارتيتا تحت قياده ارتيتا، يعني ارسنال قدر يفوز باليوروبا ليج وقدر يختم او يبدا السيزون الجديد كمان بالفوز بكاس الدرع الخيريه على حساب ليفربول، واعتقد ده هيديله دفعه كبيره جدا في انطلاقه طبعاً الموسم. طبعا ولكن حسابات الدوري وطبعا الدوري الطويل والنفس الطويل يعني المنافس على الالقاب يحتاج الى نفس طويل، طبعا مباريات الكؤوس يعني حساباتها تختلف كليا عن الدوري الانجليزي والذي يعتبر الاعنف والاقوى ويحتاج الى لياقه بدنيه عاليه وشراسه، وهناك شراسه في ارض الملعب، فلذلك يعني اعتقد ان طبعا شاهدنا قبل 3 مواسم كيف ان ليستر سيتي ايضا جاء من بعيد وخطف لقب الدوري، طبعا هناك دائما هناك حصان اسود قادر على ان يشكل خطوره على الانديه المنافسه، ولكن تبقى الترشيحات هي تصب في مصلحه الانديه الكبيره وذكرت بالمقدمه، وايضا ومن ضمنهم ياتي يعني بالمركز الخامس نادي الارسنال الانجليزي. طب تسمح لي استاذ بلال، في بعض وجهات النظر بتتكلم على انه جزء من اسطوره ليونيل ميسي صنعها نادي برشلونه، وانه هذا اللاعب خارج اطار منظومه واسلوب وطريقه لعب وامكانيات برشلونه قد لا يحقق نفس النجاح. في حال نجاح الصفقه هل ترى انه ممكن انه ميسي يكرر نفس المستوى من النجاح مع المان سيتي، ولا بترى ان ده فرصه ممكن تكون مستبعده او بعيده؟ يعني اولا يعني نادي برشلونه اقترن اسم نادي برشلونه ايضا بميسي، يعني ميسي يلعب مع نادي برشلونه منذ 20 عاما، بدا في الدرجه الاولى او مع الفريق الاول في العام 2004، يعني 16 عام في الدوري، 6 كرات ذهبية مع نادي برشلونة، طبعا برشلونة صنعت نجومية ليونيل ميسي، ولكن موهبة ليونيل ميسي فرضت نفسها ايضا في نادي برشلونة واقترن اسمه بكل البطولات التي حققها نادي برشلونة. طبعا انتقال ليونيل ميسي الى السيتي بالتحديد وبوجود غوارديولا الذي هو يفهم طبيعه تفكير وطبيعه لعب وطبيعه عقليه هذا اللاعب الذي طبعا لعب تحت قيادته سابقا في نادي برشلونه، هذا قد يعطيه مساحه اكبر من ان ينتقل الى اي فريق اخر، طبعا ميسي لو لعب لاي فريق اخر غير السيتي سيواجه صعوبات وخاصه اذا كان هناك لاعبين ينافسونه في النجوميه، ولكن في السيتي سيكون له شان كبير بوجود بيب غوارديولا الذي سيعطيه كل ما يحتاجه من دعم معنوي طبعا ليكسب موهبته على ارض الملعب ولتحقيق الانجازات على صعيد الدوري الانجليزي وخاصه ايضا في الدوري ابطال اوروبا التي يعني يحاول دائما السيتي الوصول الى منصات التتويج ولكنه يفشل السنه تلو الاخرى، ولكن في حال حصل على خدمات ليونيل ميسي هذا الموسم وهو الاقرب حاليا، ولكن دون هناك عده صعوبات ابرزها هي صيغه التعاقد بين برشلونه وميسي، اذا ما تجاوزها ميسي او اذا ما مانشستر سيتي اخذه بالتراضي مع نادي برشلونه عبر دفع مبلغ من المال خاصه بعد لمس نادي برشلونه والاداره اداره نادي برشلونه لمست جديه ميسي في الرحيل وهو لم ياخذ هذا القرار ليتراجع عنه، وهو لم ياخذ هذا القرار للتهويل وخاصه يعني بان هناك عده عروضات عده مفاوضات حصلت واهمها عرض رئيس النادي بانه يعني مستعد للاستقاله اذا ما كان هو العقبه في عوده ميسي، ولكن هناك شروط كبيره لبقاء ميسي اهمها عوده سواريز بقاء سواريز التعاقد مع تشافي بدلا من كومان، يعني هناك عده سيناريوهات مطروحه لبقاء ميسي مع في برشلونه، ولكن اذا ما انتقل الى الدوري الانجليزي فان بيب غوارديولا سيعرف كيف يتعامل مع هذا الولد المدلل لبرشلونه. استغل وجود حضرتك معنا في السادسه
من خلال سكايب واروح لبطوله افريقيا، بطوله دوري ابطال افريقيا اللي اعتقد انه العالم كله وخصوصا المنطقه العربيه بشكل كبير هتتابع مباريات دور قبل النهائي، ازاي بتبص لها وازاي بتشوف فرص الفرق الاربعه المشاركه فيها؟ يعني طبعا الانظار تتوجه الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بسبب وجود اربع فرق عربيه، ناديين من المغرب وناديين من مصر. طبعا يعني انا اشجع نادي الزمالك واتمنى لنادي الزمالك والاهلي لان يتواجها في المباراه النهائيه. طبعا حظوظ الناديين الاهلي والزمالك في هذه البطوله كبيره جدا، وخاصه بعد ان عدنا الى مباراتي الذهاب والاياب، ولو ان المباريات كانت بالمربع من مباراه واحده وعلى ارض محايده كانت هنا ستكون الامور كلها مفتوحه، ولكن حظوظ خاصه النادي الاهلي الذي سيلعب اولى مبارياته في المغرب مع نادي الوداد ومن ثم لقاء العوده سيكون في مصر، فهذا سيعطيه حافز اكبر للفوز وسيكون داعم اكبر لانه سيلعب على ارضه في مباراه العوده، وهذا ايضا محفز ويعني ومؤثر في حظوظ نادي الاهلي في الوصول للمباراه النهائيه. واتمنى يعني لناديي الاهلي والزمالك بالوصول الى المباراه النهائيه لان سنشهد لقاء تاريخي في نهائي دوري ابطال بالتأكيد. افريقيا. نعم. سعيد او سعداء بالتواصل مع حضرتك استاذ بلال نصور الصحفي بالتلغراف ومراسل التلغراف في منطقه الشرق الاوسط، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة، ونتمنى طبعا النهائي يكون مصري خالص الأهلي والزمالك، ونكون نتمنى بالطبع أنه الأهلي يتوج بالبطولة وهو الحقيقة الأقدر والأكثر استحقاقا بعد موسم أكثر من نجاح.